الزمالك يمدد عقد إمام عاشور 4 مواسم. أعلنت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين البيب تجديد التعاقد مع إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة 4 مواسم مقبلة تمتد حتى نهاية موسم 2025-2026. وذكر نادي الزمالك عبر موقعه الرسمي يوم الأربعاء أن اللاعب وقع عقد التجديد للقلعة البيضاء في الجلسة التي عقدها اليوم مع البيب في حضور حسين السيد عضو اللجنة. وأوضح الزمالك أن اللجنة المكلفة بإدارة شؤون النادي حسمت ملف تجديد عقد اللاعب قبل انتظام الفريق في معسكر مغلق استعدادا للقاء الإسماعيلي بعد غد الجمعة في المرحلة الرابعة لبطولة لدوري المصري لكرة القدم للحفاظ على استقرار الفريق. يذكر أن الزمالك حامل اللقب يحتل المركز الخامس في ترتيب البطولة برصيد 6 نقاط بفارق 3 نقاط خلف غريمه التقليدي الأهلي المتصدر. وهكذا يجدد هذا اللاعب عقده مع القلعة البيضاء ل4 مواسم متتالية، وسوف يكون إضافة كبيرة جدا للزمالك رفقة زملائه، ومسيرة موفقة لهذا اللاعب وللنادي، ومزيد من الألقاب والتشريف للكرة المصرية.